للمرة الثالثة في خلال أقل من 5 سنوات فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين البريطانيين ليدلوا بأصواتهم في انتخابات برلمانية عامة هي الأكثر جدلاً في تاريخ البلاد. الأجواء السياسية في بريطانيا حالها حال طقسها ضبابية وممطرة، ورغم ذلك فمراكز الاقتراع شهدت لأول مرة طوابير طويلة من الناخبين على أبوابها منذ ساعات الصباح الأولى. 7 أحزاب من مختلف الأطياف السياسية تتنافس على 650 مقعداً، كل حزب يطمح للحصول على الأكثرية، أي 326 مقعداً، والحاصل على الأكثرية يشكل حكومة. For the whole world and within our little circles as well, the worst scenario is a hung parliament, because obviously nothing will be done on either side. There will be shenanigans and alliances, and possibly what will happen is that we won't have a government for a while, or there will be another round of elections to be had in the next few months if they cannot find alliances, and that's unfortunately the worst scenario. استطلاعات الرأي الأولية تتأرجح بشكل يومي، إلا أنها ما زالت تعطي الأفضلية لحزب المحافظين، ورغم ذلك فتوقع النتيجة أمر صعب. Certainly voting for Labour. I could not vote for Boris Johnson. He's known to be a liar. Lib Dem, because I'm a Remainer. I'm voting Conservative. You cannot vote for Labour. It speaks for itself. It's going to damage the economy. شبح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي هيمن على الانتخابات العامة التي وصفت بتاريخية، لأنها ستفسح لبريطانيا أن تنفصل عن أوروبا أو تبقى في دوامة بريكزيت. من لندن، ريما مكتبي، العربية. شبح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي هيمن على الانتخابات العامة التي وصفت بتاريخية، لأنها ستفسح لبريطانيا أن تنفصل عن أوروبا أو تبقى في دوامة بريكزيت. من لندن، ريما مكتبي، الحدث.